ذات يوم وأنا أعمل مع زميلاتي قلت لهم إذا نجحت ابنتي فسوف أذبح لكم عجلا، ولكن حصل أن انتقلت من ذلك البلد إلى بلد آخر بعيد عنه وفعلا نجحت ابنتي والحمد لله، فماذا أعمل في هذا النذر؟ هل يجوز أن أذبح العجل وأتصدق بجزء منه على الفقراء أم لا بد أن يكون لزميلاتي كما ذكرت وقت النذر؟ وهل يجوز لي ولأهلي الأكل منه أم لا؟ إذا كنت نذرت ذبح العجل على أن تتصدقي بلحمه على زميلاتك لأنهن فقيرات فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فيجب عليك ذبح العجل وتوزيع لحمه على الفقراء. أما إذا كان هذا من باب ما يجري بين الرفقة من الوعد بأنه إذا حصل له كذا يعمل لهم دعوة ويعمل لهم وليمة وحفلة، فهذا يعتبر من الأمور المباحة، من شاء فعله ومن شاء ترك، لأنه من المواعيد فقط. وإذا كانت تلفظت بالنذر فقالت نذرت أن أذبح كذا إذا حصل كذا لزميلاتي وهن غنيات لسنا بحاجة إلى هذه، تخير بين فعل ما نذرت وبين كفارة يمين، لأنها نذرت شيئا مباحا فتخير. إذا كان من نذرت لهن ذبح هذا اللحم غنيات ولم تنوي من باب الصدقة، وإنما نوته من باب الإكرامية كما يجري بين الأصدقاء بعضهم أو تعبير عن الفرحة، فهذا يعتبر نذر مباح، ونذر مباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. أما إذا كانت نذرته لفقيرات ونذرته بنية الصدقة فهذا يعتبر نذرا واجبا يجب عليها تنفيذه، والأكل منه هذا أيضا يرجع إلى نيتها، إذا كانت نوت أن تأكل منه مع زميلاتها فإنها تأكل، أما إذا كانت لم تنوي ذلك فإنه لا يجوز لها أن تأكل منه. أحسن الله إليكم.